شركسية. لوصفة الشركسية عندي عيش ريتش بيك التوست الأبيض، عندي فراخ مسلوقة، عين جمل صحيح للتقديم وعين جمل مجروش للوصفة نفسها، عندي زبدة ملح وفلفل، ثوم مفروم وكزبرة ناشفة، وعندي كريمة ولبن. هنعمل ايه بقى؟ اقول لكم هنعمل ايه. في كذا مرحلة كده لازم ناخد بالنا منها، ناخد ده على طول عشان ما نوسخش كذا حاجة احسن. بصوا هنعمل ايه. اول حاجة بنعملها بناخد عين الجمل، وباخد العيش بتاع ريتش بيك. طيب عايزين برضو زي ما بقول لكم دايما في كل الوصفات، عايزين تشيلوا الحواف بتاعته وتخلوا الابيض بس اللي جوه، اوكي. عايزين تستخدموه كله، اوكي. انا في الشركسية بحب اشيل الحروف يعني عشان برضو ايه الصوص ما يبقاش غامق قوي. اهو اخد العيش هنا وابتدي اشيل الحواف بتاعته. ومتفقين احنا طبعا ان الحواف مش بنرميها، بناخدها نحمصها وبعدين ايه نفرمها تبقى بقسماط للبانيه، او زي ما هي كده نتبلها وندخلها الفرن وتبقى بقسماط للولاد، قطع مقرمشة كده. ناخد بقى العيش هنا مع عين الجمل، وهحط عليهم لبن، وهحط عليهم مرقة فراخ، وهسيبهم نقول مثلا نص ساعة، نقول تلت ساعة، ياخدوا ويدوا مع بعض في الطعم. في الوقت ده هنعمل ايه بقى؟ في الوقت ده هناخد الفراخ اللي احنا سلقناها، هحطها على النار مع مكعب زبدة، شرايح الفراخ، ملح، فلفل، عايزين تحطوا بابريكا حطوا، عايزين تحطوا شوية حبهان، شوية يعني اي توابل انتوا حرين مفيش مشكلة. وهي كمان المفروض في الوصفة الأساسية بتاعتها إنها بتتقدم الحقيقة مسلوقة، بس أنا زي ما أنتوا عارفين يعني بشوف دايما إن الفراخ لما تاخد التشويحة الخفيفة قوي دي بتدي طعم أحلى. عايزين تحطوها مسلوقة حطوها مسلوقة. يا جنى، جنى، أيوة يا جنى، ازيك؟ أيوة أهلا، ازيك يا أميرة، أخبارك إيه؟ الحمد لله. اتفضلي يا جنى. أميرة في طاسة تانية هاخد زبدة، ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود. يا ياسمين، يا ياسمين، الو، عامله ايه؟ كويسه. ايه اخبارك؟ الحمد لله. اموري يا ياسمين. انا كنت عايزه اعرف، انا كنت طريقه عمل عجينه البيتزا. حاضر. عينيا، عجينة البيتزا حطينا زبدة، حطينا ملح وفلفل، حطينا ثوم مفروم. أول ما يبتدي الثوم يتشوح أنزل. تمام، حل على النار. بسم الله، ناخد الصوص بتاعنا هنا. نجيب له التقلية اللي كنا عملناها. عملنا التقلية ازاي؟ حطينا زبدة، حطينا ثوم مفروم وملح وفلفل، حطينا كزبرة ناشفة، وشوية عين جمل مجروشين ناعم، وعملناهم على النار. ننزلهم دلوقتي على الصوص، وتعالوا معايا اقول لكم احنا عملنا ايه. احنا جبنا المرقة اللي سلقنا فيها الفراخ وسوينا بيها رز ابيض
مع الرز حطيت لكل كوباية رز مصري منقوع ومغسول ومتصفي كوباية من المرقة، معلقة من الملح، وحطيت معاهم مستكة وحبهان، وسويته سوى الرز العادي خالص. اللي فوق ده الفراخ اللي احنا كنا سلقناها وبعدين مع بعض شوحناها بالزبدة والملح والفلفل على النار وحطيناها احنا على الرز وانتوا في الفاصل. الصوص ده جبنا العيش بتاع ريتش بيك الابيض، شلنا الحواف بتاعته، حطينا معاه لبن، مرقه، حطينا معاه عين جمل مجروش، ونزلنا على وشه التقليه اللي احنا كنا عاملينها. دلوقتي بقى بعد ما تقل كده اديله نص كوبايه من الكريمه، تطش اخير كده يعني اهو، وبعدين اخد الصوص نقربه بس عشان ما نبهدلش الدنيا، وناخد الصوص بتاعنا هنا. السمك بقى بتاع الصوص انتوا حرين فيه، انا بحبه متوسط كده، ما بحبوش جامد قوي ولا سايل قوي. في ناس بتحبه سايل اكتر، في ناس بتحبه تقيل اكتر. طب هنتحكم فيه ازاي؟ هنتحكم فيه بكميه السائل لكميه العيش الريتش بيك زي ما انتوا عايزين. دي حاجه سهله ان انتوا تتحكموا فيها خالص، ما فيهاش مشكله اهو. بس نحط كام واحده عين جمل صحيح، وتعالوا بقى نقول احنا عملنا ايه مع بعض النهارده عشان بقى ايه تراجعوا معانا كده واحده واحده الاصناف اللي احنا عملناها النهارده.